السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الكابتن أبو معاذ. اليوم راح نعمل معكم تمارين البطن، شد عضلات البطن وإحنا نايمين على ظهورنا. خليكم معنا. التمرين الأول، بننام على الظهر، بنمسك المخدة بالإيد ونضرب المخدة بالتبادل بالقدم بهذا الشكل. نعم، الظهر نرفع المخدة بهالطريقة ونمد الركبة، أهم شيء تكون الركبة ممدودة علشان تشد عضلات البطن. نبدأ بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل هذا التدريب 30 عدة في 3 جولات. التمرين الثاني بهذه الطريقة، نرفع الخصر بهذه الطريقة، 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل هذا التدريب في 30 عدة وفي 3 جولات. وإذا أردتم المزيد من التدريبات تابعونا بكل جديد.